المستشفى المعمداني الذي يغص بالنازحين وكذلك المراجعين والجرحى والمرضى، بعد إخراج مستشفى الشفاء تحول هذا المستشفى الصغير إلى الملاذ الوحيد بالنسبة لعدد كبير من الجرحى والمرضى. معنا الآن إحدى هذه الحالات في غرفة الاستقبال الوحيدة التي تعمل، وهي تعاني من سوء في التغذية. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. حكينا عن كيف تتعاملوا مع الضغط الشديد اللي نتج بعد إخراج مستشفى الشفاء عن الخدمة. والله زي ما أنتم شايفين، رغم قلة الإمكانيات ورغم كثر الإصابات اللي بتحصل اللي بتيجي لنا هنا على مستشفى الأهلي المعمداني، اللي احنا مستمرين في العطاء رغم قلة الإمكانيات، رغم كثرة الإصابات، وإنه إحنا هان بسبب قلة الإمكانيات بنخسر أرواح كثيرة. هذا الإشي مش تقصيرا منا، وإنما قلة الإمكانيات. يعني اليوم إحنا كحالات كان عندنا حالات كثير طارئة تحتاج إلى ألترا ساوند، تلفزيون بطن، وإنه إحنا مش قادرين نعملها لأنه هذا الجهاز مش متوفر عندنا، والجهاز هذا كان موجود متواجد في مستشفى الشفاء، والاحتلال الإسرائيلي دمر هذه المستشفى والأجهزة هذه، بطلنا إحنا قادرين نستخدمها. فرغم قلة هذه الإمكانيات لكن إحنا مستمرين إن شاء الله. طيب، عدد الإصابات اللي بيصل عدد كبير، الغرفة ممتلئة وهذه غرفة الاستقبال الوحيدة، هذا كيف بيأثر على حياة المرضى والجرحى؟ والله هو بيأثر كثير، لأنه إحنا هنا الأسرة عندنا قليلة جدا. يعني امبارح كان في عندنا إصابات كثيرة وكنا شغالين، كنا المصابين بدنا نحطهم على الأرض، فيش عندنا أسرة، وهذا الإشي برضه بقلل من الرعاية الصحية لهذه المرضى. يعني قلة الإمكانيات برضه يعني بتأثر على نسبة الوفاة عند هذه المرضى. هذه الحالة تعاني من مشكلة في التغذية بسبب المجاعة، كيف تتعاملون معها أيضا؟ صحيح، يعني هذه الحالة كان عندها ديهايدريشن، انه فيش امتصاص، وعندها سكر 9%، فيش تغذية بالمرة. هذا الاشي انعكس صحيا انه البيشنت هذا المريض بطل قادر يتحرك، بطل قادر يمشي، واحنا هنا عايشين على المحاليل زي ما انتم شايفين. هذا المحلول عبارة عن تغذية احنا بنحط لها وردية طريق سكر الجلوكوز تبع الجسم، وهي زي ما انتم شايفين حطينا محاليل، عايش على المحاليل بسبب سوء التغذية اللي احنا بنتعرض له في شمال قطاع غزة. شكرا جزيلا لك دكتور، ونتمنى السلامة هذه الحالة ولكل الجرحى. يتوافد الجرحى والمرضى، لا يوجد لهم أي خيار آخر إلا هذه الغرفة الصغيرة، والكوادر الطبية غالبها من المتطوعين الذين ليس بيدهم أي حيلة للأسف. الوضع هنا أكثر من كارثي. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المستشفى المعمداني الأهلي.